أصعب عملية حيوية في جسد الرجل والمرأة إنهم الاتنين يحاولوا يعملوا جنين، يعملوا طفل. لأنه أولاً لازم حاجات كتيرة، أنت بتتكلم على ماتشنج، ماتشنج أولاً في العلاقة الجنسية، لازم يكون في كيميكال أتراكشن بين الاتنين عشان العلاقة الجنسية تتم بالشكل الأمثل. والحاجة التانية إنه بقى عندك راجل في حيوات منوية لازم تكون بعدد ما، بجودة ما، بحركة ما، بشكل ما من الفايبيليتي والشكل ما من وجود سائل منوي بيخدم. والست بقى القصة عندها كمان أكبر وأكثر تعقيدا، لأنه أنت بتتكلم في شكل هرموني لازم يكون متزن جدا. الهرمونات كلمة دايما يا جماعة وإحنا بندرسها أو بندرسها تجد إيه كلمة جنبها على طول هرمونال بالانس، بالانس البالانس اللي هو التوازن. المسألة مش إن الهرمون يكون موجود بس، لأ، كل هرمون وله حاجة بتضبطه أو بمعنى أصح بتقف قدامه، هرمون بيغير منه كأنهم متنافسين. يعني مثلا لما تيجي تبص للاف اس اتش والال اتش اللي بيطلعوا من الغده النخاميه، تيجي تبص للغده النخاميه تلاقي قدامه على طول هرمون تاني ضده اسمه البرولاكتين. ولذلك لما البرولاكتين بيعلى بيأثر على الهرمونات المحفزه من الغده النخاميه. الغده النخاميه دي رغم صغرها هي اللي بتتحكم في الجسم الهرموني كله، في الجهاز الهرموني كله. والمبيض الرائع ده المنتج اللي هو برضو بينتمي الى قافلة معينة من الخلايا بنسميها خلايا سريعة الانقسام، على طول بينتج شغال rapidly dividing cell هو الخصيتين. لما بتخرج البويضة لازم اولا البويضة هي بتخرج تجد طريق سالك، الله، انقلبت المسألة من شكل هرموني وخلايا الى طرق سالكة، سالكة بقى يعني قنوات فالوب سالكة عشان نوصل لرحم. والرحم وعاء له طبعا وظيفة وكيان أكيد بيولوجي مهم، لكن هو وعاء كافتي في الأساس. الكافتي دوت لو ما كانش عنده قابلية الاستقبال وخلايا جيدة تقدر تستقبل البويضة، البويضة دي مش تقدر تدخل ولا تتكون، وهتبدأ ما يبقاش كأن ليها كل اللي احنا قلناه ده يا عم ولا ليه خلاص. على رأي البلد مثل اللي بيقول في مثل البويضة بقى هتقوله ساعتها لو الرحم وحش، يقولك البيت بيت أبونا والبيت ده بيطردونا، يروحوا طاردوا على طول خلاص مفيش تخرج. طبعا لو ما حصلش اخصاب وما نجحتش عمليه الاخصاب الطبيعي انها تتم هنخرج بشهر خالي الوفاض بلا نتيجه في الاخر، وبالتالي الدوره الشهريه تكون العلامه ان هذا الشهر لم يتم فيه اي اكتيفيتي خاصه بالولاده. النهارده سؤال مهم جدا، هل المبيض ده التعامل معه يكون بطريقة فيها نوع من العشوائية ولا ده علم خطير؟ علم خطير وصعب الحقيقة. ليه؟ لأن المبيض عندما يضعف محتاج لحاجة اسمها التنشيط، والتنشيط عندنا بقى احنا سامعين قوي نسمع كده جملة يقولك بروتوكولات تنشيط المبيض. بروتوكول، كلمة بروتوكول احنا بنسمعها في طب البطن عندنا في كام حاجة كده، من ضمنها مثلا علاج بعض الأمراض زي الدرن، بروتوكولات علاج الدرن، وبروتوكولات تعامل مع اللوكيميا. هنا برضو في التبويض بروتوكولات دي معناها علم، أدوية، جرعات، تفصيل هذا العلم على كل حالة. كل واحد وله طريقة في التعامل معاه، كل واحد وله طريقة في إعطائه الدواء. ست كبيرة غير ست صغيرة، غير ست عايزة تخلف بحقن مجهري أو هنخليها تخلف بالطريقة الطبيعية، غير ست عندها بطنة رحم مهاجرة، غير ست عندها شوكليت سيست، غير ست عندها قصص ومواويل تانية. التبويض قصته ايه وتنشيطه ايه؟ علم غزير وواحدة من الحلقات المثيرة طبعا مع قيمة علمية جليلة واسم كبير في هذا المجال، وبنفتخر بوجوده معنا واستاذنا الاستاذ دكتور عبد اللطيف سويلة. اكبر رزق ان انت يبقى عندك طفل. اكتر سبب للحمل خارج الرحم هو التهابات الأنبوب. يمشي الحيوان المنوي رحلة تعد الأطول في التاريخ، اختيارات عجيبة وغريبة، نعمة من عند ربنا اكتشاف الحقن المجهري. الحيوان المنوي دخل البويضة وحصل إخصاب بقى جنين، مع ذلك ما يحصلش حاجة. ليه؟ مش أي حيوان منوي يقدر يخترق البويضة. البويضة هي أساس الحياة. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري،
دكتوراه أمراض النساء والتوليد كرواتيا، دبلوم المناظير جامعة كيل ألمانيا، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة. طبعا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة، وطبعا صاحب المجهود الكبير والطريقة الرائعة في الطرح والعلم والتفصيل، أستاذنا الأستاذ دكتور عبد اللطيف السويلم، أشكرك على تلبيتك دعوتي. الله يخليك يا فندم، ده شرف كبير لينا. لكن النهاردة موضوع كمان مثير جدا، والحقيقة أول مرة على فكرة نتكلم فيه بشكل تفصيلي، وهو تنشيط المبيضين. دايما في كل الكلام في النساء والتوليد يأتي هذا حوار سريعا في جملتين، لكن النهاردة هو عنواننا تنشيط المبيض. المقصود ايه التعريف ولماذا نلجأ له؟ هو تنشيط المبيض يعني خلينا اقول ان هو اعطاء عقاقير طبية بطريقة معينة وبنظام معين علشان تحث هذا المبيض على انتاج بويضات سليمة. يتطلب التعامل مع تنشيط المبيضين هو الفهم الجيد لفسيولوجية التبويض. زي ما سيادتك تفضلت في البداية وقلت ان الغدة النخامية دي والهرمونات والبالانس وكده، هو هرمون الـ FSH وهرمون الـ LH وبرضو البرولاكتين لازم يبقى موجود بطريقة معينة ومتوازن، ولكن يبقى هرمون الـ FSH اللي هو بيطلع في بدايات الدورة الشهرية وبيطلع بطريقة معينة وبجرعة معينة وينزل في ساعات معينة وهكذا، وبيطلع كأنه ومضات من الإفراز من الغدة النخامية. هذه الومضات مهمة جدا في تنشيط المبيض. يبقى إذن لابد أن احنا نبقى فاهمين قوي قوي الفسيولوجية بتاعة التبويض علشان أعرف أتعامل كويس وأنا بستخدم العقاقير الطبية في إخراج وإنتاج بويضات من المبيض، لأنه كلما أنت تبقى ماهر في هذه العملية كلما تأخذ من السيدة بويضة جيدة. تفتكر حضرتك احنا بنقول أنه البويضات ممكن تبقى بويضات سليمة وبويضات مش سليمة. البويضات اللي مش سليمة دي ممكن تبقى هي أساس المبيض، كل البويضات اللي فيه مش طبيعية، ولكن قد يكون سوء التنشيط أدى إلى بويضات غير جيدة. يعني سوء التنشيط ممكن يؤدي إلى بويضات غير جيدة؟ يؤدي إلى بويضات غير جيدة. إذن من المهم جدا 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 هو معرفة الفسيولوجية بتاعت التبويض علشان تقدر تعزف معزوفة جيدة بأدوات اللي هو العقاقير الطبية علشان تخلي المبيض يطلع أحسن ما عنده علشان الحمل. هي كلمة معزوفة دي كلمة رائعة، وهي فعلا كده. يعني مثلا أنت تعطى أدوات موسيقية ممكن واحد ما بيعرفش يخبط كده عليه وما يطلعش حاجه، طبعا، لكن واحد فاهم بهذه نفس الادوات بنفس الاله الموسيقيه يطلع لحن رائع جدا جدا. طبعا الادويه هنا تيلور ثيرابي، يعني كل مريض تاخد اسلوب غير التاني. ده بالفعل هو كان كله بياخد كده، ولكن اتضح انه لا، ده كل واحده ليها نظام معين وادويه معينه ممكن تطلع منها. لو خدنا الأدوية دي وعطناها لواحدة أخرى ممكن ما تطلعش منها بويضات، ولو ادينا نفس الأدوية إلى واحدة أخرى ونفس الجرعات ونفس الطريقة ممكن نطلع تبويض زيادة عن اللزوم اللي هو الحث الزائد للتبويض للمبيضين. وبالتالي مين هياخد إيه؟ هو ده مهم جدا، ومتى وإزاي وكده، مين هياخد ايه؟ السن، الوزن بيلعب طبعا كبير؟ طبعا اهم حاجه عندي السن. سن الزوجه لو كان السن في يعني صغير، لو غير السن اللي في اخر الثلاثينات وبدايه الاربعينات لها تنشيط بطريقه تانية مختلفه تماما. الوزن بتاع السيده ده يعتمد على اللي هو بنسميه البودي ماس اندكس، اللي هو معامل الوزن والكتله، وده
طبعا كلما زاد البودي ماس اندكس كلما ادى الى تأثير عكسي على سلبي. التبويض وكلما زاد السن كلما ادى الى تأثير عكسي على التبويض. يبقى اذا هنا مهم جدا قبل ما او في بداية قبل التنشيط وفي بداية اللقاء بالكابلز ان انت تاخد التاريخ المرضي لهذه السيدة جيدا، من سن، من وزن، من دورات تنشيطية سابقة، ومدى الاستجابة ليها، وحتى لو كانت عاملة حقن مجهري قبل كده استخدم ايه والجرعات ايه وطلعت كم بويضة ودرجة جودة البويضات وبعض التحاليل الطبية اللي هنتكلم عليها دي كلها بتتاخد وبتفيدنا في اختيار النوع المناسب من البروتوكول لتنشيط هذا المبيض لهذه المرأة علشان نوصل إلى بويضة جيدة. السؤال القادم أنا في رأيي واحد من أهم الأسئلة على الإطلاق اللي سألتها في عالم النساء والتوليد، السؤال الجيدة. بطانة الرحم المهاجرة كمرض، مرض قائم على أنه مستويات هرمون الأنوثة غالبا عالية. عالية. الست اللي عندها مشاكل وعايزة نعملها تنشيط تبويض بنعطيها أدوية قد تعلي من نشاط هرمون الأنوثة. إزاي نتعامل مع هذه القضية الخطيرة؟ القضية دي عاملة بالضبط زي واحد عايزين يعني زي ما بيقولوا نقويه ونخليه أقوى، فبنحمل عليه حمل جامد جدا، بنحمله صخر وبنعرضه إلى ضغوط رهيبة جدا طبعا. عشان يجتاز هذا عامل زي تدريب الصعقة كده تدريب الصعقة طبعا. بحمله بقى حاجة قوية جدا وبعرضه لمخاطر شديدة عشان في الآخر يخرج جندي لائق باسم الصعقة. هنا المسألة كده التشبيه كده، واحدة عندها مرض سبب نشاط في هرمون الأنوثة فأنا هنشط لها كمان التبويض، طب أنا كده بزود المرض ده. ما هو هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا في التنشيطات في بطانة الرحم المهاجرة بنعطي العقاقير الطبية المناسبة اللي هي زي ما يسمى الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست، واحيانا يبقى الانتاجونست. وهرمون الاستروجين اللي بيطلع ده هو بيطلع لفترة معينة، ولكن الغرض من ده هو ما بيزودش ما بينشطليش بطانة الرحم المهاجرة اللي موجودة، لأن أنا بستخدم عقاقير أخرى بتثبط من هذه البطانة. الحاجة التانية لو حصل حمل، ما هو الحمل في مشيمة، وهذه المشيمة كما تعلم سيادتك بيسموها بيعتبروها عضو من الغدد الصماء بتطلع هرمونات كثيرة. أحد أهم هذه الهرمونات لاستمرار الحمل اللي هو هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون، ولكن دول بيطلعوا بكميات كبيرة، لما بيطلعوا بكميات كبيرة يؤدوا إلى تثبيط وبالعكس كعلاج لبطانة الرحم المهاجرة بهذه الطريقة. ده يخليني برضو أروح لمنطقة تانية خاصة بمخزون المبيض. مخزون المبيض دي لعب دور مهم في تنشيط التبويض طبعا. مخزون المبيض ده اللي هو خلينا نقول للناس انه مخزون المبيض اللي هو عدد البويضات اللي موجوده في المبيض، وزي ما قلنا والناس اعتقد دلوقتي بقت فاهمه عدد البويضات بيتناقص مع السن الى اخره، ولكن هذا المخزون مهم جدا ان انا اعرفه. ليه اعرفه؟ علشان عن طريق معرفة هذا المخزون هقدر اختار البروتوكول المناسب لتنشيط هذا المبيض، نمرة 2 الجرعات المناسبة لتنشيط هذا المبيض. يبقى إذن لابد ان انا اعرف مخزون المبيض. طب اعرف مخزون المبيض بايه؟ هناك تحاليل كثيرة جدا لمخزون المبيض، ولكن في نظري اهم حاجتين، وفي طبعا نظر العلم اهم حاجتين لمعرفة مخزون المبيض اللي هو هرمون الـ AMH اللي بيطلع، وعد او عدد البويضات اللي هو
بنسميه أندر الفولوكيولار كاونت، اللي هو اللي موجودة في المبيض اللي بنعدها في اليوم الثاني أو الثالث من وجود الدورة الشهرية، وده بيتعمل بالموجات فوق الصوتية المهبلية. طيب الأنتيموليريان هرمون ده هرمون أساسا بيتفرز من الخلايا اسمها جرانولوزا سيلز المحيطة بالبويضة، يبقى إذن هذا الهرمون موجود في طول أيام الدورة الشهرية ولا يتأثر بيوم معين. هرمون الـ FSH والـ LH بتأثر بهرمونات معينة، أيضا الاستروجين بروجسترون بهرمونات بأيام معينة، حتى البرولاكتين بهرمونات معينة، الكورتيزون أو كل الهرمونات بتطلع وتنزل، ولكن ده لا يتأثر بأيام معينة. هذا الهرمون ممكن أقيسه وقياسه، أعرف هذه السيدة هيبقى التنشيط بتاعها هيبقى عالي، التنشيط بتاعها هيبقى متوسط، أو التنشيط بتاعها هيبقى ضعيف وهتطلع بويضات بسيطة. بإذن ده مهم جدا جدا إن أنا أقيس هذا الهرمون، وأهميته إن أنا أقيسه لأي سيدة فوق الـ 35 سنة، أي سيدة بتعطي تاريخ قبل كده ما طلعتش خدت تنشيط وما طلعتش بويضات، أي سيدة تعرضت لجراحة في المبيض باستئصال كيس أو حتى استئصال مبيض من المبيضين، وقلنا مع السن فوق الـ 35 سنة أو الـ 38. الحاجة اللي بعد كده لو واحدة سيدة تعرضت إلى علاج إشعاعي أو علاج كيماوي لابد ان احنا نقيس هرمون الـ AMH. في حالات برضو تكيس المبيضين بنقيسه، وعموما مهم جدا علشان ده هيبين لي البروتوكول المناسب. الحاجة التانية المهمة وهو عد البويضات في المبيض في اليوم الثاني او الثالث من بداية الدورة الشهرية. وده بيتم باستخدام البروب اللي هو المرود المهبلي بتاع الموجات الصوتية أثناء نزول الدم. هل يا دكتور أنا لما استخدم ده يؤثر علي؟ ده في دورة شهرية نزل. لا، لا يؤثر إطلاقا عليك بأي حال من الأحوال. بقيس البويضات في أقل من 7، في من 7 إلى 10، في من 10 إلى 15، ممكن ألاقي فوق الـ 15 بويضة، يبقى دي هعرف إنه دي يدوب تاخد شوية دواء بسيطة هتجيب نتيجة. إذن مخزون المبيض مهم إن هو يحدد لي نوع البروتوكول اللي هستخدمه، نمرة 2 بيخليني أتحاشى التنشيط الزائد، نمرة 3 يخليني لو أنا داخل من غير ما أعمله واديت تنشيط ممكن هذه السيدة لا تستجيب، يبقى حلغي هذه الدورة، وبالتالي ده يؤثر سلبا نفسيا عليها، ممكن يقلل لي في الفلوس، الاستهلاك الفلوس. انت عارف حضرتك دلوقتي الأدوية بقت غالية، يبقى إذن لما أعرف المخزون البويضات عندها كويس يبقى هديها كميات بسيطة من الأدوية أو هستخدم لها البروتوكول الفلاني اللي تكلفته أقل ونتائجه كويسة وهتبقى نتائجه جيدة. في أمراض خدت يعني تسمية إعلامية كده أكتر منها علمية. كلمة مرض العصر، مرض العصر تسمية مش موجودة في كتب الطبية لكن موجودة في الحوار الإعلامي، في الحوار الجماهيري. من ضمن هذه الأمراض اللي خدت لقب مرض العصر تكيس المبايض. تكيس المبايض مرض يوصف بأنه مرض العصر. دوره إيه في عملية تنشيط التبويض؟ ده اللي لازم نفهمه، لكن أكيد هاني عفيفي عنده سؤال مهم. تكيس المبايض هو تضخم المبيض بسبب وجود أكياس صغيرة جوه المبيض. الأكياس دي بتظهر بالأشعة الصوتية كحبات عقد اللؤلؤ. غالباً بيكون سهل تشخيص تكيس المبيض عن طريق السونار، وفي طرق مختلفة للعلاج بيحددها الطبيب بعد التشخيص، لكن المشكلة بتحصل مع تجاهل العلاج. يا ترى إيه هي أعراض تكيس المبيض؟ وهل العلاج بيختلف بين ست عندها نية تخلف في المستقبل وبين ست تانية اكتفت من الإنجاب؟
سؤالين مهمين. طبعا تكيسات المبايض مرض العصر. طبعا احنا يعني ما يقرب من 10% من السيدات على مستوى العالم عندها تكيس في المبيضين، اللي هو خلل في هرمون الاف اس اتش والال اتش والعلاقه ما بينهم ادى الى وأد البويضات في مهدها في بدايه خروجها او نموها في المبيض، وخلاها واقفه عند هذا النمو. بالضبط كده. وعملت أكياس وهكذا وهكذا. هذا التكيس يؤدي إلى تأخر في الدورة الشهرية، هذا ده عرض من الأعراض. أيضا يؤدي إلى تأخر الإنجاب، عرض من الأعراض. بيكون معاه تغير هرموني آخر، وخصوصا الهرمونات الذكرية بتزيد فيه لأنه هرمون الـ LH عالي. هذه الهرمونات الذكرية قد تؤدي إلى حب الشباب زيادة، بشرة دهنية زيادة، قد تؤدي إلى ظهور شعر في أماكن المفروض ما تبقاش متواجدة زي هذه السيدة. في بعض السيدات عندهم كده في الذقن وكده. يبقى ده هذه هي الأعراض بتاعت تكيس المبيضين، ولكن طرق تشخيصه ما بتعتمدش بس على الموجات الصوتية، ولكن تعتمد أيضا على التحليلات الهرمونية في أوقات الدورة الشهرية اللي هو تاني وتالت يوم الدورة، وأيضا بعض الهرمونات كهرمون البرولاكتين والهرمونات الذكور. ده بخلينا نشخص تكيس المبيضين. نفترض تكيس المبيضين ده جاء عند بنت وما هياش عايزة خلف دلوقتي، أو واحدة اكتفت من العيال وعندها تكيس مبيضين. طبعا طريقة علاجه هتختلف تماما. دي ممكن أديها حاجات اللي هو زي حبوب منع الحمل، لأنه هو الفكرة من حبوب منع الحمل إيه؟ بتشتغل على مستوى اللي هو الكومبايند أورال كونتراسيبتيفز. دي بتشتغل على مستوى الغدة النخامية، فبتمنع خروج هرمون اللي هو الFSH والLH، الاثنين ما بيطلعوش تماما، وبالتالي البويضات في حالة ساكنة ما لا تنمو وبعدين نموها يوقف، لا هي ساكنة ومحافظة على البويضات، وبالتالي حالة تكيس المبيضين ما بتزيدش، وهرمون ال اتش الهرمون الاندروجينز برضو بتقل شوية، لان الاف اس اتش ولا اتش ممكن يعلو. بالضبط بالضبط. ده كعلاج دوائي، ولكن لا نغفل العلاج الاخر اللي هو لو كان الست وزنها زيادة لابد انها تخس، لانه خصوصا منطقة البطن زي ما سيادتك طبعا اعلم بـ 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 في ودي منطقة سيادتك يعني انه بيتحول في هذه الدهون هرمون الهرمونات الذكورة الى الاستروجين. الاستروجين ده يزيد يثبط هرمون الاف اس اتش والال اتش، هرمون الاف اس اتش ويزود الال اتش، وبالتالي يخلينا داخلين في دايرة مفرغة. اذا لما تخس السيدة الدنيا هتتظبط عندها. عايز اذهب الى منطقه مهمه جدا، ما يسمى بالتنشيط الزائد للمبيض. هذا الامر المخيف الخطير، الا احيانا برضو ده يعبر عن بعض حاجتين يعني برضو عشان نبقى واضحين. في ناس علماء جدا ومتميزين جدا حصلت معهم حالات زي كده. اجسام الست ساعات ردود فعلها اجسام السيدات غير متوقعه، وبرضو ده من الحاجات اللي بتبين لو تكررت بقى انه اكيد الآن بتنشيط المبيض ما زبطش نفسه في المذاكرة كويس عشان يؤدي الوصيفة دي كما ينبغي. يعني هو تنشيط الزائد للمبيضين هو زي ما سيادتك قلت حساسية في المبيض للدواء. ممكن لو أنا هقول الوزن، هاخد التاريخ المرضي لهذه السيدة من أدوية، افرض واحدة بتاخد عقار طبي عن طريق الفم، وهذا العقار طلع اللي هو حاجة بسيطة جدا وراح مطلع لي مثلا 7-8 بويضات، يبقى اتوقع هذه السيدة لما اديها حقن الـ FSH او الـ HMG، هذه الحقن لو اديتها اللي هي هتبقى اقوى من هذا العقار، يبقى لو اديتها بجرعات كبيرة هتطلع لي كميات
كبيرة من البويضات وتدخل في عملية تنشيط زيادة عن اللزوم. إذن أقدر أقول وألعب بالجرعة عن طريق التاريخ المرضي لهذه السيدة، عن طريق أيضا الـ AMH والـ Antral Follicular Count، أعرف التاريخ، أعرف ده كله وأقول والله هي محتاجة الجرعة الفلانية وديها الجرعة الفلانية. أثناء عملية التنشيط ممكن أزود أو أقلل الجرعة بناء على استجابة المبايض، ولكن للأمانة ما فيش مركز في العالم ما عندوش هايبر ستيميليشن سيندروم. طبعا ما انا قلت ما الست ساعات تعمل غير حاجه غير متوقعه بالظبط، ولكن الكميه ما بقيناش نشوفها زي زمان لانه التعامل بالادويه، و بدل ما كان البروتوكول خدي وروحي كده لكل الناس وصالح لدي ودي ودي، بقينا بنسميه انديفيديوالايزد شخصي بالظبط، اللي هو كنترولد اوفيريان هاي استيميليشن، بدل ما كان كنترولد اوفيريان استيميليشن بقى انديفيديوالايزد اوفيريان استيميليشن. انديفيديوالايزد يعني كل واحد له حاجته، شخصانة هنا كلمة دي على فكرة في الإعلام مش حلوة. شخصانة يقول لك ما تشخصنش الأمور، لا في الطب شخصنت الأمور ده حلوة قوي. طبعا طبعا انديفيديوالايزد دي موجودة فيه عندكم في الموضوع بتاع تنشيط المبيضين، مهم جدا. عندنا في الضغط مرض الضغط من والله أشهر الأمراض، هي طب. وبعض الأمراض المناعية زي السيستيميك لوبس والروماتويد برضو شخصها كل واحدة وليها بروتوكول علاج، يعني محدش والهوجك الليمفوما واللوكيميا دول في الطب كله. أيوة بالظبط. ما علشان كده ممكن واحد ياخد روشتة طالعة من عند الدكتور أيمن عشان الضغط او السيستميك لوبس ويقول لك خديها دي طالعه من كذا، فما ينفعش. وفي النساء والتوليد برضه نفس النظام. الحقيقه انا بفتخر بوجودك معنا بجد صحيح، وطبعا يعني سعاده كبيره لوجودك لحاجتين. اولا قيمه علميه كبيره واسم جماهير على مستوى الجماهير، وده شيء مهم بالنسبه لنا جدا. ثانيا الشخصيه، يعني احنا بنتعامل معك شخصيا، انت شخصيه من الشخصيات التي يفخر الانسان ويتعامل معها. وعلى فكره انا سعيد طول الفترات اللي فاتت دي نحو ترخيص ترسيخ حاجة مهمة جدا في العالم الطبي. الكلام ده يمكن أول مرة أقوله بس لازم تفهموه. في الطب في ناس نجوم في الطب ويستحقوا إن هم يكونوا نجوم، هم نجوم بالفعل، مش أنا اللي ألحقت بهم نجومية، لكن إحنا في مصر وأعتقد لفترة طويلة كان النجوم فئات يستحقوا النجومية. يعني ما حدش ينكر إنه لعيبة الكورة والسينمائيين وممثلين والسياسيين دول نجوم، لكن الطب نجوم ايضا واستحقوا ان يوصفوا بانهم نجوم، ومنهم ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الاستاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم، صاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد وصاحب دبلومه الموجات الصوتيه من كرواتيا ودبلومه المناظير من جامعه كيل بالمانيا وعضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه للخصوبه والعقم ورئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه للخصوبه. نورتنا وشرفتنا. طبعا دكتور عبد اللطيف اهلاوي زيي واحنا الاثنين وشرقاوي زيي طبعا طبعا يعني شرقاوي واهلاوي يعني مصر يعني مصر وتحيا مصر. خليكم دايما مع الدكتور.